بالفعل الاستعدادات كيف ما كتشوفوا كانت عاديه، توصلنا ببرمجه من العصبه الاحترافيه، تشبتنا بالدور ديالنا لمصلحه الفريق لان صافي دو سيمان ما لعبناش. حنا كذلك دزنا من واحد المرحله اللي هي ملي لعبنا في تشامبيونز ليغ كان عندنا توقيت، حنا كنفهموا هذه الوضعيه لان حنا دوزنا 4 ماتش في لا سيمين واثرت علينا في البطوله، كنا كننافسوا انا ذاك اتحاد طنجه. بالنسبه لنا كنتفهموا الموقف ديال اتحاد ديال الرجاء البيضاوي بدورهم، كنظنهم راه كيتفهموا الموقف ديالنا لاننا كندافعوا على المصالح ديال الفريق ديالنا بحكم اننا دو سيمين ما لعبناش. كان عندنا مقابله السنه الماضيه مع الرجاء البيضاوي لعبنا من قوسين بخمسه لاعبين، ثلاثه كان عندنا الحق ناجلوها وما اجلناهاش، مشات لنا لابلاس افريكان وعرب. بالنسبه للبطوله هنا راه كاين فروق 16 فرقه متنافسه، يعني كل واحد كيشوف المصلحه ديالو ديال الفريق. كنتمناو ان فحال هاد الامور يعني ولا هاد البرمجه تكون واحد المثال باش السنوات تحط واحد لي كريتير باش يمشيو عليهم لي زيكيب كره، باش ما بقاش يتعاودوا فحال هاد الحوادث. كيف ما هنانا فريق الرجاء البيضاوي ولا الجمهور ديالها اللي كنحتارمو بزاف وكنحتارمو المؤسسه ديال الرجاء البيضاوي بالفوز في البطوله العربيه لكاس محمد السادس، كنتمناو لهم الفوز في المقابله الجايه. حنا مع الفرق الوطنيه في المنافسات الافريقيه، نعم للتنافس في البطوله الوطنيه، نعم للمساواه في البطوله الوطنيه. دزنا حنا من واحد البرمجه حنا اللي كتكون عاصمه، انا كنتكلم على الفريق ديالي الرجاء غيتكلموا على الناس ديالنا، كنتكلموا ان كنشفنا فهادنا في هاد التوقيت وخصوصا يلا كان عندنا اجتماع وجمعنا جميع الفرق وضرورات بان البرمجه تكون محدده وما تكونش تغييرات. كان المناسبه كنهنيهم على الانتصار في البطوله العربيه 2-1 وكنت سباق باش نهنئوهم. هنا في البطوله حنا كل 16 فرق كنتنافسوا، كل واحد كيشوف المصلحه ديالو، يعني ماشي بطوله خارجيه، كلشي كيشوف المصلحه ديالو. وكنتمناو ان فحال هاد الامور ما تبقاش تكرر بزاف، ماشي كنقصد جميع الفرق لان من مصلحتنا ان البرمجه تاخذ مسرها ديالها الايجابي، يعني وتعطي الحقوق لجميع الفرق لان واحد البرودوي ولات كتعطي البطوله الوطنيه وتسوقوا افريقيا وعربيا ودوليا. فحال هاد الحويجات اللي يقدروا يخدشوا في هاد الحويجات. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.